النهارده دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومعاه الدكتور خالد ابو عفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه البشريه ووزير الصحه، فريق كامل وزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه ووزير الصناعه والنقل. النهارده كانوا عاملين جوله في اكتوبر في عشان مصانع الادويه، هنتكلم عنها بعد شويه عشان وقتنا. وزير الصحه طلع اتكلم النهارده على اللي بيحصل في اسوان، ماذا يجري في اسوان، وهنتكلم عنه بتفاصيل بعد شويه. وزير الصحه اكد اغلب حالات اسوان نزلات معويه، وننسق مع مختلف الجهات لمعرفه اسبابها. وزير الصحه عن الصور المتداوله لتلوث مياه اسوان، ده وزير الصحه اللي بيقول مش اي حد، عشان ما حدش يجري ويقول كلامه وخلاص يا جماعه، احنا بنتكلم هنا. لكن هل الموضوع الحكومه يعني ما بتتكلمش؟ حكومه بتتكلم، متطربخ على الموضوع، مفيش حاجه اسمها متطربخ على الموضوع، بنتكلم على اهالينا. الدنيا يعني في اسوان من على مدار الايام اللي فاتت في فرق شغاله في كل البيوت اللي هي والكشف على الناس ومتابعه الناس، وحالات موجوده ومحافظ موجود والصحه موجوده هناك بالكامل، مسؤولين الصحه هناك كلهم، فرق طبيه موجوده. مفيش طرمخه، مفيش حاجه اسمها طرمخه، في حاجه اسمها حقيقه. فالدكتور خالد ابو عفار قال شائعات مغرضه، يعني اللي اتكلموا على، لانه لسه قال لك تقرير هيطلع في خلال 48 ساعه، التقرير الخاص بكل حاجه. عملوا خدوا عينات من الميه من اكتر مصدر ميه، العينات الاولى اكدت سلامه الميه، ولكن ما زالوا بياخدوا عينات من داخل البيوت، تاني من داخل البيوت. امبارح جلسه مهمه لمجلس الامن، امام مجلس الامن اللبناني يتهم اسرائيل، ده كان وزير الخارجيه اللبناني يتهم اسرائيل بالارهاب على خلفية تفجيرات أجهزة الاتصال. مخاوف وقلق أمريكي من غزو إسرائيلي بري لجنوب لبنان. لبنان، أي مغامرة إسرائيلية قد تؤدي لحرب إقليمية شاملة. وزير الخارجية اللبناني أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، امبارح كان في المؤتمر الصحفي بعد ما خلص كلمته في جلسة مجلس الأمن، عمل مؤتمر صحفي، سئل واتكلم عن مصر وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على دعم لبنان. وزير الصحة اللبناني أيضا في المؤتمر الصحفي، كلهم بيعملوا مؤتمر صحفي، مصر تواصلت معنا منذ بداية الأزمة وعرضت علينا المساعدة. وزير الداخلية اللبناني النهاردة كان عامل مؤتمر صحفي أيضا، الوضع الأمني خطير وإسرائيل تستغل الخروقات بتكنولوجيا حديثة. وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي موجود في كان في واشنطن وبعدين نيويورك، عامل لقاءات كثيرة مع وسائل الإعلام منها الشرق. مياه النيل قضية وجودية، وتقسيم السودان خط أحمر.